السلام عليكم، مطلوب عروسة وسط خير زي حالاتي، أي بيعة أنط فيها حتى لو بين خالاتي، بحل أي بضاعة لأي زبون، وأوفر الطلب للسائل مهما يكون، أي حاجة تتباع عن طريقي ليا فيها عمولة سعي، مثقف وباللي بيدور حواليا عندي وعي، 2.5% عمولتي حتى لو أنزل للميت نعي، أسماء كتيرة وفي ولاد حلال أطلقوا عليا اسم الدلال، والبيعة أجري وراها لو في الشلال. يا ترى عرفتوا إجابة السؤال مين أكون يا سادة يا شهود؟ ولو معرفتوش علوة بيه موجود، ولو إني أعتقد عرفني حتى المولود.